مكون واحد بس في قلب بيتك، مفيش ولا بيت يا جماعه بيخلي من المكون دول. لو ضفتيه على كوبايه زي ديت هيكون له سحر رهيب جدا في نسف الدهون معاكي، مهما كان وزنك ومهما كان جسمك ان شاء الله هيجيب معاكي نتيجه كويسه جدا، وهيخلي باذن الله وزنك مثالي بدون رجيم بدون حرمان. مهما كان وزنك هتاكل كل اللي انت عايزاه وهيخلي ان شاء الله وزنك مثالي جدا. يلا يا جماعه نخش الفيديو ونشوف ايه الوصفه بتاعتنا. سموا الله، اعملوا لايك، عايزه لايكات كتير يا جماعه للفيديو، اشتركوا في القناه علشان ان شاء الله هتستفيدوا من القناه باذن الله، شير مع اصحابكم ويلا بينا نشوف الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وصفه جديده هنعملها مع بعض. الوصفه بسيطه وسهله وفي اي يعني يعتبر موجوده في كل بيت واي حد ممكن ان هو يعمل، لانها وصفه بسيطه خالص وسهله في نفس الوقت. مكون واحد بس يا جماعه ان شاء الله اللي احنا هنستعمله في الوصفه بتاعتنا ديت. يلا كده نسمي الله، نعمل لايك، عايزه لايكات يا جماعه كتير للفيديو علشان الفيديو ان شاء الله يعلى بكم باذن الله، وباذن الله القناه ان شاء الله تكبر بكم. يلا كده نعمل الوصفه بتاعتنا، واللي لسه ما اشتركش يا جماعه يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا بتتكلم عن ايه النهارده. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو خالص، الوصفه بتاعتنا سهله ومكونها بسيط جدا وموجود في كل بيت، بس ان شاء الله هتكون يعني هناخدها باذن الله كم مره. هقول لكم يا جماعه بالفيديو باذن الله هناخدها كم مره. اول حاجه انا معايا الكوبايه بتاعتي اللي انتم شايفينها ديت، معايا الميه السخنه، دي يا جماعه الكوبايه ان شاء الله اللي احنا هناخدها. طيب المكون بقى اللي احنا باذن الله هناخده يا جماعه على كوبايه الميه السخنه اللي انتم شايفينها ديت هيبقى ايه؟ المكون بتاعنا بنات هيبقى بس عبارة عن نص ليمونة، اللي انتوا شايفينها ديت هتبقى عبارة عن نص ليمونة على كوباية المية الدافية ديت. طيب هناخدها ازاي او ايه هي الطريقة بتاعتي؟ هقول لكم حاجة من الاتنين، في طريقتين ممكن تاخدي الكوباية ديت بيهم، يا اما تقطعي النص ليمونة ديت شرايح وتحطها في الكوباية وتقفلي عليها خالص لغاية ما تبرد شوية معاكي، ده هتبقى كويسة جدا. الطريقه الثانيه يا جماعه اللي احنا ان شاء الله هنعصر الليمونه زي ما انتم شايفينها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده كده يا جماعه الكوبايه يعتبر جهزت معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، فانا هحط عليها كده حوالي 5 دقايق كده ولا حاجه لغايه ما تبرد معايا، وباذن الله انا مش عايزاها بارده قوي، انا عايزاها تكون دافيه بس كده، ما يكونش سخنه قوي ولا بارده قوي، تكون معقوله. دلوقتي يا جماعه هنقول لكم دلوقتي يعني انت تاخديها بسكر ولا من غير سكر. الافضل طبعا ان انت تاخدي الميه بليمون من غير سكر خالص على الريق، طبعا مش على الريق بس، لا الكوبايه ديت باذن الله هناخدها 3 مرات في اليوم. هو كده يا جماعه يعني يعتبر الطعم بتاعه مقبول وكويس جدا، يعني يعتبر نص ليمونه، ما بتبقاش يعني الليمون لسع قوي او الحاجات دي كلها، لا هي نص ليمونه بس على الكوبايه دي، الطعم بتاعها بيبقى مقبول وكويس جدا. دلوقتي يا جماعه هناخد الكوبايه ديت من غير سكر، من يعني من غير سكر دايت، من غير عسل، من غير اي حاجه. الناس اللي هتقول لي طب ما العسل كويس في التخسيس، هقول لكم ماشي مفيش اي مشكله خالص، بس الافضل ان انت تاخدي الكوبايه ديت من غير عسل من غير اي حاجه. في طريقه تانية كمان ان انت ممكن تاخديها بالعسل، طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه فوائد الليمون، طبعا فوائد الليمون لا غنى عنها وكلتنا طبعا عارفين. الليمون طبعا لو انت خدتيه بالطريقه ديت ده بيبقى افضل طريقه لك. ليه بيعمل ايه؟ ده الكوبايه اللي انت خدتها ديت على الريق بتنقي الجسم من السموم، يعني بتطهر الجسم معاكي. تاني حاجه بتزود معدل الحرق معاكي، يعني بتخلي الجسم يحرق بطريقه كويسه جدا. طبعا يا جماعه الكوبايه دي بتتاخد 3 مرات، قلنا مره على الريق يعني اول ما تقوموا من النوم على طول بتكوني مدفيه كوبايه ميه زي ديت وعصر عليها نص ليمونه تاخديها على الريق. طبعا قلنا بناخدها على الريق ليه وبتعمل ايه يا جماعه في جسمنا على الريق، الكوبايه دي وضحت لكم ايه الكلام ده كلته. طيب بعد كده بناخدها بعد الغداء او قبل الغداء على حسب ما انت يعني حابه ان انت تاخديها. مره بعد كده برضو قبل يعني قبل النوم لازم بتكوني باذن الله واخده كوبايه زي ديت،
يعني ممكن تاخديها ما بين بعد العشاء، يعني في اي وقت بقى ما بين العشاء لغايه ما تيجي تنامي بتكوني واخده كوبايه زي دي. طيب علشان الكوبايه دي تجيب نتيجه كويسه معايا اعمل ايه؟ اشرب ميه كتير يا جماعه. طبعا انتوا عارفين احنا داخلين على الصيف، وطبعا الجسم محتاج ميه كتير علشان يجيب نتيجه كويسه معاكي في نزول الوزن. لو انت حابه فعلا ان انت ومصممه ان انت عايزه تعملي حاجه علشان الوزن بتاعك ينزل، اشربي ميه كتير. لو انت داومت على الكوبايه ديت على طول اسبوع اسبوعين على طول، دايما اعتبريها ان هي حاجه ضروريه في حياتك، كل يوم اعمليه. ولو هتعمليها مره واحده بس كده على الريق، لو انت مش حابه ان انت تعمليها خالص، يفضل ان انت تعمليها بس مره واحده كمان على الريق، هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا جدا، بدون اي رجيم بدون اي دايت بدون اي حاجه خالص. مهما كان وزنك كبير هتخسي من غير ما تحسي ان انت فعلا جسمك بينزل، هتلاقي جسمك بينزل لوحده من غير ما انت ما تحس. بس على طول يعني اعتبريها حاجه ضروريه في حياتك، دايما كل يوم لازم تداوم عليها، الصبح لازم كل يوم اقوم اعمل. هتبص تلاقي جسمك بسم الله ما شاء الله فعلا جسم مثالي، من غير اي دايت بقى، من غير اي حاجه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه بقى، واتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو علشان الفيديو ان شاء الله يكبر بيكم ويعلى بيكم والقناه تعلى بيكم باذن الله. اشتراك يا جماعه وشير بقى للفيديو عشان ناس كتير تستفاد من الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.